مرحبا بالجميع. اليوم بقدم لكم درسنا السادس باللغة الإنجليزية للمبتدئين، واللي رح نشوف فيه الأرقام. رح نشوف كيف فينا نعد من الصفر إلى المية. وإذا هالدرس هيدا منه جديد عليكم، ولكن دايما بتتلخبطوا بين الكلمات اللي بتعني 13 14 15 و 30 40 50 إلى آخره، خليكم معي لأن بآخر هذا الفيديو رح أعطيكم معلومتين على السريع رح بيساعدوكم على أن تميزوا بين هالكلمات وما تتلبكوا فيهم. أوكي، جاهزين؟ Ready, let's go. لنبتدي ولنعد من صفر إلى عشرة. Zero, zero, zero. One. One, one. Two, two, two. Three, three, three. Four, four, four. Five. Five, five. Six, six, six. Seven, seven, seven. Eight, eight, eight. Nine, nine, nine. Ten, ten, ten. لنرجع نعيدهم. Zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. هالأرقام هيدي راح تلزمنا لباقي هيدا الدرس، فإذا مش متمكنين منها وقفوا هالفيديو، عيدوا الجزء اللي هلا نظرنا إليه، ولما بتكونوا جاهزين ارجعوا انضموا إلينا، لأنه هلا راح نعمل اختبار بسيط بس عشان نتأكد إنه نحن متمكنين من هالأرقام هيدي. فجيبوا ورقة وقلم واكتبوا هالرقم اللي راح أعطيكم إياه. جاهزين؟ اوكي، هيدا هو الرقم. 3 7 5 4 8 0. هيدا هو الرقم، ولكن هلا بدي اتوقف ثانية وقول إذا نحن عم نعطي رقم تليفون وهالرقم داخل له صفر، نحن ممكن نقول zero، وممكن كمان نقول أو حرف الأو اللي شفناه بالدرس الماضي. يعني لما بنعطي رقم التليفون ومثلا نقول رقم التليفون هو 057، ممكن نقول 057 وممكن نقول 057. وهلأ لنستمر ونشوف الأرقام 11 إلى 20. 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17
16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 اوكي هلا اكيد لاحظتوا انه 11 و 12 و 20 اللي هي طبعا بدنا نتركها على جنب مختلفين ولكن كل الارقام الباقيه من 13 الى 19 تنتهي بنفس الطريقه teen teen لنرجع نعيدهم 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 لننظر هلأ للأرقام 21 إلى 30 هلأ باللغة العربية هالأرقام هايدي نحنا منقولها بهالطريقة هايدي 21 22 باللغة الإنجليزية بنعمل العكس أول شيء منقول 20 وبعدين منقول 1 20 2 20 3 أوكي؟ لنبتدي ولكن لنتذكر أنه 20 باللغة الإنجليزية بتعني 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27 27 28 28 28 29 29 29 30 30 30 لنرجع نعيدهم 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 اوكي وهلا عشان تعدوا من 31 الى 99 بدكم تتبعوا هالاسلوب هيدا هلا رح اعطيكم الارقام هيدي وبعدين رح نشوف بعض الامثله مع بعض 30 30 30 40 40 40 50 50 50 60 60 60 70 70 70 80 80 80 90 90 90 100 100 100 31 42 59 66 73 85
94 100 اوكي هيدا هو الاسلوب اوكي وهلا مثل ما قلت بحب اختم هالفيديو هيدا بمعلومه صغيره ممكن تساعدنا على انه نفرق بين بعض الارقام اللي شفناها اللي كتير بتشبه بعضها واللي هي 13 و 30 14 40 15 50 16 60 17 70 18 80 19 و 90 هلا رح أعطيكم معلومتين صغار ممكن يساعدوكم على أنه تميزوا بين هالكلمات أول شيء فينا نتذكر أنه teen داخلي بكلمة teenager مراهق أو مراهقة teenager هو أي شخص سنه بين 13 وبين 19 أي شخص عمره فوق 19 معاش بقى teenager فنحن إذا بدنا نتذكر هل 13 بتعني 13 أو بتعني 30 بدنا نتذكر مش ممكن تعني 30 لأن teen هي نفس الكلمة اللي موجودة بكلمة teenager وفقط الأشخاص اللي سنهم بين 13 وبين 19 هن teenager والطريقة الثانية ممكن نتذكر إنه بينما باللغة العربية نحن منقول 30 40 50 60 باللغة الإنجليزية ما منقوم بهالشيء باللغة الإنجليزية هالكلمات ما بتنتهي بصوت إين ولكن بتنتهي بصوت تي 30 40 50 فإذا سمعتوا شخص بيقول 13 ومش متأكدين هل 13 يعني 13 ولا بتعني 30 تذكروا إنه باللغة الإنجليزية 30 ما بتنتهي بنفس الطريقة مثل باللغة العربية بتنتهي بطريقة مختلفة بتنتهي ب تي واي فتذكروا إنه إذا باللغة العربية نحن منقول 30 باللغة الإنجليزية ما منقول 13 لتعني نفس الشيء وهيك بنكون وصلنا لآخر الفيديو اليوم بتمنى أن يكون قد نال إعجابكم إذا عجبكم هالفيديو ما تنسوا الاشتراك بهالقناة وأنه تتابعوا صفحتي على الفيسبوك لمزيد من التمارين ما تنسوا اللايك والشير وشكرا كتير على المتابعة وبشوفكم بالحلقة التانية باي